موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. افتتح الرئيس السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات. وأكد الرئيس السيسي أن الظروف الموجودة في مصر والمنطقة كان لها تأثيراتها ومثلت تحديات اقتصادية دولية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات على الحدود. وأوضح الرئيس السيسي أن نسبة إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب تدهور الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى أنه إذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول ذات الاقتصاديات المتواضعة ستواجه مشاكل في تنفيذ المشروعات، وأن العمل الذي تم في مصر للتحول إلى الغاز الطبيعي كلف جهدا ووقتا كبيرا. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 في دورته السابعة، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين الدوليين والشركات الدولية والمحلية المعنية بمجال الطاقة. وقد حضر السيد الرئيس الجلسة الحوارية الافتتاحية للمؤتمر حول التحول في الطاقة وتأمينه وخفض الانبعاثات، وذلك بمشاركة السيد وزير البترول والثروة المعدنية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية ومديرة إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر وأجنحة الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال. حابين المرة دي نعمل عرض مختلف عن المرة اللي فاتت، هنتكلم على أدوات التمكين بتاعتنا في موضوع التحول وفي الإسراع بإنجاز المشروعات بتاعتنا، وده أولا هيكون عن طريق التحول الرقمي، ثانيا الانتقال الطاقي، ثالثا احنا هنتكلم على المشاركات المجتمعية، وده طبعا جزء من التزامات بتاعتنا الدولية. ومن هنا انا هخلي بس الشباب اللي احنا قلنا ان احنا مكناهم كريم وفاطمة ومجدي، كل واحد في دقيقة لربع هيقول الجزء بتاعه. صباح الخير سيادة الرئيس، بنرحب بحضرتك في جناح وزارة البترول والثروة المعدنية. انا مهندس كريم سليمان من ادارة التحول الرقمي، واستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في هذا المجال. التحول الرقمي يعتبر من أبرز التحديات اللي بتواجه المجتمعات والمؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة، وفي نفس الوقت بيقدم فرصة كبيرة للتطوير والتحسين. مجال الطاقة عندنا غني بالبيانات، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لميكانة تدفق البيانات والمعلومات من قطاع الإنتاج ومن مختلف المشاريع، زي مشروع التحكم والرقابة على خطوط نقل الزيت الخام ومنتجات البترولية ومشروع تخطيط وإدارة الموارد. وبتيجي بعد كده خطوة تحليل البيانات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وزميلي محمد هيستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في مجال التحول الطاقي. سيادة الرئيس، أنا المهندس محمد مجدي، إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول. هستعرض لسيادتك إنجازات قطاع البترول في مجال التحول الطاقي لتوفير الطاقة بصورة آمنة ومستدامة ولخفض الانبعاثات الكربونية. قامت وزارة البترول بتنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، وتم تحديث هذا البرنامج ليشمل جميع أنشطة التحول الطاقي متمثلة في 6 محاور رئيسية. بالنسبة لمحور كفاءة الطاقة، فقد تم تنفيذ عدد 340 إجراء ومشروع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، كما تم تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، كما تم إنشاء إدارات متخصصة بكفاءة الطاقة لقطاع البترول. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء برنامج إصلاح الدعم الاقتصادي للمواد البترولية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. كما تم تنفيذ عدد 30 مشروع لاستغلال الغازات الطبيعية التي تتم حرقها بالمواقع المختلفة، مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وفي مجال الطاقة المتجددة فقد تم تنفيذ عدد 24 مشروع قام بتوفير الطاقة والسولار والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء في هذه المواقع. وبالنسبة للبتروكيماويات الخضراء فقد تم استغلال قش الرز لإنتاج الألواح الخشبية المضغوطة. سيادة الرئيس، لضمان استدامة أنشطة قطاع البترول فقد تم إنشاء مركز التميز للتحول الطاقي، وزميلتي فاطمة تستعرض مع سيادتك أنشطة قطاع البترول في مجال المسؤولية المجتمعية. سيادة الرئيس، أنا فاطمة إبراهيم. قطاع البترول بيعطي أهمية كبيرة جدا للمشاركة في مشروعات المسؤولية المجتمعية، وعلشان كده قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع استراتيجية موحدة قائمة على 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى رؤية مصر 2030. وبالفعل قامت الشركات الوطنية والشركات الأجنبية بتطبيق الاستراتيجية دي القائمة على 4 محاور أساسية. المحور الأول وهو التعليم والتدريب، وده من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريب الشباب وذوي الهمم على إقامة المشروعات الصغيرة. المحور الثاني وهو الصحة والمساواة بين الجنسين، وده من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وبالأخص المرأة المعيلة. المحور الثالث وهو محور حماية البيئة، وده من خلال تبني المشروعات اللي بتهدف للحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية. وأخيرا المشاركة في المبادرات الرئاسية، وده من خلال دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات مصر. وفي الختام بحب أشكر حضرتك جدا لتشريفك لنا النهاردة وعلى دعم حضرتك المستمر للشباب. شكرا. Welcome, Your Excellency. It's our honor to welcome to the United Energy Egypt booth. Since 5 years ago, we showed the presence in Egypt. Since then, we continue support the energy supply in the country, and also in recall to great vision and support and guidance into the energy transition. Now we're in the process trying to move our oil and gas business into the energy business, including the green hydrogen, green ammonia, and also we recently present a project of seawater potassium extraction, which bring more, that's $8 billion of investment into the country. We are very happy that to see the support the energy, and also with your great guidance and support, the industry of energy in Egypt and also economy will be more prosperous in this year. Thank you very much. We are very pleased with our cooperation and investment in Egypt. In the last 3 years, we've invested more than $350 million with the support of His Excellency Mr. El Mola to double the production from Abu Qir. We are now drilling a new well, Orion, which inshallah will bring more gas, natural gas, to the country. And we represent a company that is expanded in all the countries in the East Mediterranean and brings together where we have a big gas production, and we hope to bring more gas to Egypt as well. Very Excellency Tariq Mullah. It's a pleasure to welcome you to the Baker Hughes stand. We have been in the country for over 110 years. We have over 500 employees, over 5 to 7, and we've been involved in projects like Zohr, but also in the LNG that is produced for Europe. And we look forward to continuing to support also the development of new energy within Egypt. We're also participating in the training as well. We've had many of your colleagues come to Florence and also been having studies here in Egypt. And it's a pleasure to be part of the energy ecosystem here in Egypt and also value the support that you keep on providing us. My colleague here, Ayman, is leading, and he is committed, as I am, to the continued development within Egypt. Thank you. Thank you. با
بقالنا 122 سنة في مصر، عندنا محطة تموين ومصانع زيوت، بنقدم المنتجات، بنستكشف عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط. عندنا 3 اتفاقيات هنحفر إن شاء الله آخر السنة دي في واحد، وفي الاثنين التانيين بنعمل مسح ثلاثي الأبعاد على 11,000 كيلومتر مربع، وده اللي أكبر في تاريخ مصر كمسح سيزمي، وإن شاء الله متفائلين. وبشكر حضرتك جدا وفخامتك، وإن شاء الله خير وربنا يخليك. أشكر حضرتك جدا. My name is Clay Neff. I'm president for Chevron's International Exploration and Production Company. We're proud to sponsor Egypt and proud to be in Egypt for since 1937. We're in all phases of the oil and gas business, from our upstream exploration, six blocks importing gas, as well as in our lubricants plant in the 6th of October city. And we're providing lubricants to the local market, as well as to Central and East Africa and the Middle East. We just finished, we're getting ready to drill our second well, appraisal well in Nargis, and we'll do that, followed by another exploration well. Waiting for that. That's right, that's right. President was just asking about Nargis. Yes. And we are working that to work the development, and we're also drilling another exploration well off of the Western Desert this year. So we're excited about what's ahead, and we look forward to continuing to partner with the ministry, and we appreciate the enabling environment that you're providing for us to continue to partner for, you know, 87 years today, but many more years in the future. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. President, welcome to our booth. This year will be the 70th year that ENI is present in the country, and we are still committed to invest, share technology, and support Egypt in the energy transition journey. We are continuing exploration. In the next 4 years, we'll drill more than 20 wells, and this will allow Egypt to satisfy the domestic demand and also allow for export. We're continuing and still committed to implement renewable projects, energy efficiency, and reduction of methane emissions. And we believe that Egypt has the resources and the infrastructure to become a regional hub. We have a very optimistic view on the country, and we believe that with the support of the Minister of Petroleum, we will overcome this difficult juncture. Thank you so much. Thank you very much. I got to this council. Absolutely. I'll convey the message. We need 2-3 zone, please. النهارده احنا بنشتغل في 19 اتفاقيه، 9 منهم منتجين و9 منهم بنشتغل في الاستكشاف. وزي ما وعدنا حضرتك، احنا اشتغلنا على سايزميك في الفتره اللي فاتت، عملنا 2000 كيلومتر في الغرب و850 وزميلي وائل مسؤول عن شغلنا في مصر هيشتغل حضرتك بالتفضل في السايزميك بتاعنا. سيادتك يا فندم، لما شرفتنا في ايجيبت في 2022 والشركه بي بي وعدت ان احنا هنطبق المسح السايزمي لاول مره في قاع البحر، مش في مصر بس في البحر المتوسط. وطبعا بدات عندنا تبان النتائج في الصوره اللي على اليمين جنب الصوره اللي على الشمال. طبعا المكامن البتروليه بتبتدي تبان اكتر لينا، وده هيساعدنا ان شاء الله لان احنا نحسن نتائج الحفر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر إيجيبتس 2024 السيد موراي أوشين كلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية. المزيد في سياق التقرير التالي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا المساعي المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس آدم سميث زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، مؤكدا حساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن. وتناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية على أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة، مشددا على أهمية الدور الذي تطلع به وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوها إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.